يلا تفضلي. شكرا. قولي لي عمي موجود؟ عمك راح الشغل بدالي. أقول إيمان كيف يعني السالفة مطولة معاكي؟ الله يخليك يا سارة، إذا فعلاً تعزيني لا تفتحي لي الموضوع هذا، موضوع الأسرة وموضوع العائلة، تعبت أنتي وعمك، لا تسدون نفسي. يعني صارت الأسرة الحين تسد النفس؟ لا بس تعبت، أبوي كل يوم يفتح لي نفس الموضوع، كل يوم يذكرني أني أرملة، كل يوم يذكرني أن أنا محتاجة لرجل يكون بحياتي عشان يوقف معي. كلامه صحيح بس أنتي عنيدة ما تريد تسمعيه. شنو الصح بكلامه؟ يعني أنتي ما تدرين؟ شلون أقدر أنسى جاسم بهالسهولة؟ أنا ما قصدي إيمان، بس الحياة ما وقفت عند جاسم، أنتي بعد الشابة بس لا تكملين سارة، أنا الحياة عندي وقفت، جاسم الله يرحمه كان كل شيء بالنسبة لي، حياتي الحين ما لها معنى، ما لها طعم، عايشة عشان أشتغل، أكل وأشرب عشان أسد اليوم ولن للطعم. وبعدين لو فرضنا أنا وافقت على كلامك وكلام أبوي وقلت بتزوج، منو بيرضى يتزوج أرملة؟ منو يوافق يتزوج وحدة؟ قلبها معلق بشخص ثاني. يلا يلا إن شاء الله ما بيصير إلا الخير، بس أعطوني فرصة أنسى. يلا توقعتك انك رحت. هلا يونس. يونس فلاح مدير حركة الطيران، طالب مسؤول الصرف. اهلا اهلا وسهلا. وش قاسين تسوي هني؟ قاسين تحركوا الشاي قبل لا يطير؟ انت صدقت؟ احنا نمزح. انا ارى انكم تمزحوا، ولا ايش يجيب مدير حركة الطيران ومسؤول صرف فهذه الكافيتيريا؟ انت مسؤول اي صرف؟ الصرف الصحي. نحن شغالين في البناء، انا اخلط الاسمنت وهذه سوق. ايش تسوق؟ ايش اسوق بعد؟ بسوق طايره. خطط جديد اللي اقول لك عنها. ترى اذا عندك وظيفه ثانيه وتدولها على حد مثلنا نحن جاهزين. والله تعبنا ابو عبد الله، تعبنا. صف 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 صف، خلينا نشرب لنا نرجيله ولا شيء. يا اخي ريقي يبس. رفيق يا رفيق رفيق، وين راح؟ جيب لنا اثنين نارجيل بسرعة. زين ها؟ الله يعطيك العافية. الله يعافيك. بكرة نوصل البضاعة هناك للمخازن، نوصلها ونرجع على طول، تمام؟ مثل ما بدك. بعدين لا تنسى بكرة بدنا نحمل صناديق مع الخضرة، وانت ساعد العمال. حاضر. أقول لك بعد شيء ثاني، نحن من نوصل هناك تنام في مخازن نوح. كنا تعبانين، الله يكون بالعون، الله يكون بالعون يا ابو عبد الله. المهم اليوم انا ارجع. شكرا. يوم انا ارجع باخذك معي وانا راجع. على راسي. تمام؟ تمام. يلا. بس انت خليك حركي شويه، بغينا نخلص بسرعه. ليش وصلنا احنا؟ هنوصل قريب، انا اعرف انك تعبان، نحن من توصل تنام ان شاء الله. الله يكون بالعون، الله يكون بالعون.
يا اخي السياره ما تسوى. كيف ما تسوى؟ صحيح محرك نظيف والجسم ممتاز بس تصنيع قديم شويه. طيب انت كم تشوفها تسوى؟ اذا تفلت لي اياها ب 400 ريال بعطيك فلوسك نقدا، ريال ينطح ريال. ها وش قلت؟ ولو انها تسوى اكثر بس ما علي، على بركه الله. بالبركه ان شاء الله. تفضل هذا فلوسك. 100 200 300 وهذه ال 400. خلاص انا بتصل فيك بكره عشان نخلص الاجراءات الرسميه والامور. طيب ان شاء الله. شكرا. يا رب على خير. مشكور. مع السلامه. يلا الله يساعدكم يا شباب، الله يساعدكم. يلا حملوا هذه الحموله ولما ارجع احصل الحموله الثانيه جاهزه. اتوكل على الله شوي وبنجهز. يلا خير ان شاء الله. الله يكون بالعون. قول الله يكون بالعون. بس الله يكون في العون. حطها زين، حطها زين. يلا خلصنا يا اشرف.
السلام عليكم. خير يبا، ايش فيك؟ وعليكم السلام يا بنتي، تعبت اليوم. تعبت؟ ايه يا ايمان، الظنين ابوك مثل الاول؟ خلاص يا بنتي، ما عاد العمر يتحمل الكبرشين يا بنتي. لا وين الكبرشين، ما شاء الله عليك بعدك شباب، ما فيك شيء الا اذا تدلع على بنتك ايمان، هذا شيء ثاني. واذا صج مريض اعترف. اهم شيء انت لا تشغلي بالك علي، انت شوفي روحك، فكري في نفسك، ريحيني يا بنتي. ان شاء الله، بس الله يخليك يبا. يلا يلا نروح المستشفى. يا بنتي ما في شيء، صدقيني شويه تعب وبيروح. هي مو مشكله، بس عشان خاطري، عشان خاطري يبا. ما شي فايده عنيده. زين انتظريني شويه بتعمم وبجيك ان شاء الله. صدق ان هذا الشغل ما لايق عليك، رغم اللي نشاف على وجهك من تعب وشقة وهلاك، تستحق افضل من كذا. وانت مبين عليك تضرب بالرمل. ايش رايك تشرب شاي؟ اشرب شاي ورانا شغل. خلي منك شغل، خلا بنا نشرب شاي شويه، شغل ما راح يخلص. رايك يعني؟ خلا نشرب شاي. يلا خلا نشرب شاي. ايش الفوضى هذه؟ انتوا قاعدين تشتغلون ولا قاعدين تلعبون؟ ها؟ يلا لك واحد شغل، يلا بسرعه. يلا ما بغيت واحد يقرصنا. يلا شغل بسرعة، حركوا، شيل بسرعة، شيل شيء بسرعة، يلا في واحد شغل، يلا اللي اعطيته اياه بطريحه علينا الصباح، بس لازم يعمل فحوصات دم، فحوصات البروتاسيوم والهرمونات. ايه بس هذه الفحوصات كلها ليش يا دكتور؟ انا شاك يمكن عنده نقص في البروتاسيوم، هذا واضح من الورم اللي في رجليه. صحيح حد. يلا قوم قوم، خلينا نروح البيت اتغدى عندي. بسوي لك شاي اول. لا تسوي لي شاي. شاي بنشربه برا. الحين انا باخذك البيت، ام عوف مسوت لك وجبه قبول عوالي، وتريد تاخذ رايك فيه. طبعا هذا بعد ما تذوقه. يونس، لا تتعب فايزه معي. انا ما اريد اكون عالة عليكم. يا اخي افهم. فارس، يعني أنا لما أعزمك عندي ولا أجيب لك أكل أو حتى أجي أسولف معاك
تعتقد انك انت عالة علي؟ ابدا يا فارس، انت صديق عمري، واذا تميت على هذه الحالة خلاص انت ما راح تشوف وجهي. خلاص يا يونس، انا اعتذر واسحب كلامي، ما اريد اخسرك كله ولا يونس صديق عمري. يعني بعت سيارة؟ السلام عليكم. عليكم السلام. بيت من هذا؟ شو يريد انت؟ اريد اعرف بيت من هذا. ما في اسم محمد عبد الله سلامان؟ ما في اقرا؟ اشوف واقرا. كان في واحد اسمه شيخان ابو فهد، تعرفه؟ كم سنه صار لك تشتغل هنا؟ انت في الشرطه؟ انا ما في الشرطه، بس بغيت اعرف راعي البيت الاولي وين. ما في معلومه، ممكن سفر ممكن موت. تتخلص من هذه الذكريات يا فارس؟ يعني ضروري أروح للدكتور هذا عشان يفحصني؟ إيه ضروري، بس عشان نطمن خذني على قد عقلي، ولا مبسوط بقعدتك بالغرفة؟ زين، هو إيش قال لك الدكتور؟ فيني شيء ولا شيء عندي يعني؟ لا الحمد لله، بس قال لي أبي نطمن ونتأكد إذا أبوك للحين يتدلع عليك ولا لا. أبوك ما يدلع يا إيمان، وأنا بثبت لك الحين إني ما فيني شيء ولا أشتكي من شيء، بس هذا الدكاترة ما عندهم سالفة، موسوسين. بس عشان خاطرك بروح، بس خليني أغير ملابسي وانتظريني. تسلم يبا، أنا بعد راح أغير ملابسي. يلا تفضل يا فارس. شكرا. وهذه القريدة اللي فيها الإعلان، هذا مصنع الزيوت بحاجة إلى مراقبي عمال وموظفين بخبرة وبدون خبرة، والمراجعة في مقر المصنع. خلاص بروح لهم بكرة إن شاء الله.
السلام عليكم أخي. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ الحمد لله. طيب. كيف الحال؟ طيب. لو سمحت، كان في هنا شركة باسم مجموعة شيخان التجارية. ما أعرف أخي وين راحوا بالضبط. الحين هنا عيادة دار الشفاء. تفضل أي خدمة ولا شيء؟ لا تسلم، كانت موجودة قبل 10 سنوات. صاحبها اسمه شيخان. تعرف عنه أي شيء؟ صدقني يا أخوي ما أعرف عنهم أي شيء. طيب. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا. مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت، وين مصنع الزيوت هذا؟ ليش تسأل؟ ليش أسأل؟ أريد أشتريه، أريد أقدم حل وظيفة أخوي. وين المصنع؟ ضرب منك بل ثاني وظيفة. ثاني ها؟ طيب شكرا. شكرا. جاي جاي الحين بالطريق. اي اي خلص خلص. كأنك كبرتي في السن تحتاجين للراحة. طيب طيب خلاص ماشي مشكلة، بس تظلي كل يوم صباح تنظفي مكتبي لأني تعودت على شغلك. راح أريحك من المعلمات ومن المنسقة، شفت لك شغلة سهلة. تراقبي البوابة اللي طالع واللي داخل، ترى ها راقبي الأطفال اللي يطلعوا برا الروضة. بغيت أسأل عن فارس بن سليمان. موجود.
زين كيف حالته الحين؟ حالته صعبة لكن إن شاء الله بيكون أحسن. إن شاء الله أقدر أشوفه؟ لا لكنه نايم ماخذ مسكن حالياً. زين بس أنا بأمشي لكن أبي أطمن عليه أول. والله بس إن شاء الله لكن ما تطولي عنده. أوكي تفضلي. مشكور. عفوا. طمنيني. ايش صار؟ الحمد لله شفت حالته مستقره. قاعدي انا تكلمت مع الشرطه، المصاب ضروري يتنازل. زين الحين شنو الاجراءات اللي بتاخذها الشرطه معي؟ اولا اشوف المصاب. لما قلتي لي ما عرفتي اسمه اهله شيء عنه؟ شوف أنا يوم سويت الحادث كان هو معاه ملف وأنا أخذته، في أوراق كثيرة فيها معلومات أنا، فيها شهاداته. ها دكتور طمنا عن عيسى. أنت قريبه؟ أنا أخذ زوجته. عيسى عنده إصابة شديدة في اليد وممكن نحتاج نبتر يده، محتاجين حد يوقع على العملية بسرعة. خلاص دكتور طالما أن الموضوع مهم لهذه الدرجة أوقع بأمر لله. طيب تفضل معي المكتب. إن شاء الله. لا حول ولا قوة. ألو هلا حبيبتي. إيمان قلقتيني عليكي، إيش اللي صاير معاكي؟ ليش أحسن ما قالك؟ قال لي بس حبيت أطمن. أنا بخير والحمد لله، وكنت أنت المريض وشفته وهو إن شاء الله أحسن. بس أنت لا تكبرين السوالف يا سارة الله يهديك. باين من كلامك أنك ما كنتي في المستشفى مع المريض اللي ضربتيه بسيارتك. أعوذ بالله من عيونك. صبري صبري بسمعك أغنية حلوة. شايفة الأغنية حلوة؟ وإنتي؟ يا الله قلت لك سمعي الأغنية. أنا الحمد لله بخير وصحة وعافية. خلاص إذا كان كذي أنا بحاول بمر عليكي وأتكلم معاكي، بس لما توصلي البيت خبريني. خلاص وهو كذلك. إلى اللقاء. معقول لحد الحين ما شفتوه؟ لا يمكن يكون اشتغل في المصنع؟ اي مصنع؟ لا ما قلت اي مصنع. انت مهمك للمصنع اخر. اعرف اي مصنع انت اشتغلنا فيه سوا. يونس انت جلس الحين انت بيجي بعد شويه. لا 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 انا بروح اشوفه يمكن الحين وصل الغرفه. بتشرب شاي حليب ولا احمر؟
تفضلي هذا العصير انا مسويته لك بايدي. بارك الله فيك. اقول ايمان، انت كل ما تدعمي لك واحد يصير العصير كذي؟ ها؟ ها؟ ايش قلت؟ وبعد ما سمعتيني؟ لا 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 لا، انت اليوم حالك مو طبيعي. انا ولا انت؟ ما ادري عنك، سيري نفسك. اه انت مو تعبان؟ صحتك احسن اليوم؟ يعني مو حاس بشيء؟ لا حاس، حاس وحاس بعد. ما شاء الله، يا أنا شخصية مهمة يا أنتوا تحبوا مرضاكم زيادة عن اللزوم. نحن نحب مرضانا وأنت هم شخصية مهمة بعد، تفضل. هذا الدليل. أتمنى تفتح عيونك على هذه الزهور وصحتك ممتازة. إيمان بنت صالح بن عبد الرحمن. إيش رأيك؟ إيش رأيي بعد؟ من صاحبة الزهور اللي تسببت لك بالحادث. ها، على العموم أنت اليوم الحمد لله صحتك بحسن حال، ننتظر الطبيب يكشف عليك وإن شاء الله تقدر تطلع. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا. مع السلامة. زين؟ إيه. لا الحين بروح المستشفى أشوفه. اتصلت بالمستشفى اطمن عليه. قالوا لي يطلع يا بكرة يا بعد بكرة. زين الحمد لله. أقول إيمان، ما تشوفي بنت عمش وصاحبتش؟ لا حول الله. بعد ردينا على هالسالفة؟ لا والله صدقيني، هذه المرة هي السبب. الله يخليك، أتقول ولا شيء. أعرف، أعرف بتقول أن سارة هي السبب وهي سبب المشاكل وهي طلعت لي مشكلة من تحت الأرض، مع أن أنا متأكدة مليون بالمئة أن أنت اللي غلطان يا حسين، مو سارة المسكينة. المهم خلني أروح المستشفى وأخلص شغلي وبعدين أنا بتكلم وياها. أنا مستغرب منك ومن عمي، ليش دائما أنتوا الاثنين متحاملين علي؟ ليش؟ لأنك متسرع، لأنك ما تعطيها فرصة تتكلم، دائما رأيك هو الصح والعالم كلها غلط. انت لازم يكون عندك هاتف خلوي عشان نعرف وين تروح وين تجي. ما كنت عارف انك تنوم في هذا المستشفى. بعدين قلت اكيد هذا الرجال يروح يدور على عمه شيخان مثل ما يسوي دائما. الا وانا رايح الشغل افتكرت، قلت اكيد رايح المصنع اللي انا خبرته عليه. رحت المصنع سالت الحارس، قال لي في واحد جه واستوى له حارس قدام المصنع. قلت عقب ما حد غيره، هو المنحوس منحوس. يعني واحد مثل ايش بيصير له حادث كارثه؟ تراني محظوظ دائما. سلامتك ان شاء الله. سلامتك. الف سلامة. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. إيمان بنت صالح بن عبد الرحمن. أستاذ فارس، أنا حبيت أقول لك أسف على اللي صار أمس. جيت لعندك وكنت بعتذر لك، بس أنت كنت نايم. جد سليمة، هذا أخوي يونس. مرحبا. بس أخوك ما يشبهك. رب أخ لك لم تلده أمك. شكرا على الزهور، فتحت عيون الصبح عليها وشكرت صاحبتها مع أنها. مرة ثانية أقول لك أنا أسفة، أسفة على وايد أشياء، على أني خليتك تحس بالألم، عطلت أشغالك، بس إن شاء الله تقوم بالسلامة ونطمن عليك. صدقني لحظتها كان فكري مشغول، ما كنت منتبه حق اللي صار. والله كريم، الحمد لله لهالحد. حصل خير. نوح. نوح. عايزة صحيت؟
ايش اللي صار؟ عن اذنكم يا جماعة، ان شاء الله بكرة انا لازم اشوفك قبل اطلع من المستشفى. في امانة عندي لك، بس انا اسفة نسيتها اليوم. اشوفكم باكر ان شاء الله على خير. مع السلامة. مع السلامة. يا ريتني انا اللي مسؤول الحادث. بس ايش رايك في هذا الحظ يا اخوي الذي لم تلده امي؟ يونس خليك معي هنا، لا تشطح بخيالك بعيد تروح لأماكن ما نقدر نوصل لها. احنا ما من مستواهم. تريدنا نصدق هذا الكلام؟ اي صدق. جربت المرة الماضية وضع نص عمري، المرة هذه يا عالم ايش راح يضيع. تقصد قصتك مع عزيزة؟ أنا طالبة أشوفك اليوم عشان نحل مشكلتك مع حسين. الريال كل يوم قاعد يشتكي منك، حرام عليك. وأنتي شوفي ايش قاعدة تحاكيني، نفس الأسطوانة القديمة اللي خاطري أنا أكسرها. زين سمعيني، تعرفي راشد؟ لا حول الله. راشد ولد خالتي. راشد شاب طيب وزين وخلوق، وعنده شركة تو بداياتها، وكان عنده زوجة وتوفت. الله يرحمها. الله يرحمها. خلاص خلاص الحكي معاش توقف، بس تعرفي انا ما بيأس، بظل وراكي وراكي لحد ما زوجك. اللي سمعك وانت تتكلمين كذي يقول ان يعني انا قاعده مع الاسره المثاليه. يعني الله يهديك يا ساره، مشاكلكم تخلي الواحد يحرم انه يتزوج. ايمان تقولي لي انا هالكلام؟ وبعدين تعالي، أي مشاكل هذا اللي جالسة تتكلمي عنها؟ حبيبتي هذه يسموها ملح، ملح الحياة الزوجية السعيدة، وانتي طبعا جربتيها. صحيح انه صار لك كم يوم ما يتكلم معاي، بس تعرفي انا بطريقتي الخاصة بخليه يتكلم. سارة اتكلم معك جد، خلاص كافي يشتكي منك كل يوم، ترى الريال يمل. منو؟ أمل عرفت؟ كان لازم تعرف اللي صار لك ما بسيط. إيه لازم تعرف. وكل أمرك بالله يا أخو، وكل أمرك بالله، أنت إنسان مؤمن بالقضاء والقدر. الحمد لله الحمد لله. قبل أن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، عسى الله يتولى برحمته. صحيح حكمة الله واسعة يا عيسى، حكمة الله واسعة. وين احط هالشنطه؟ خلي الشنطه مكانها. Thank you.
إلا بالله العلي العظيم. سارة يا سارة سارة، أنا كم مرة قلت لك لا تبعد الشنطة عن عيني؟ وأصل من قال لك إني أنا بعدت الشنطة عن عينك؟ تعال براويك وين الشنطة. شوف هاي شنطتك. لا أنت أكيد مجنونة، مجنونة شرعي. نعم، لأنك ما تشوف إلا اللي ودك تشوفه وتعرف مكانه. غريبة، أنت محامي المفروض إنك تشوف الأشياء اللي نحن ما نقدر نشوفها. إحنا البساطة. بساطة؟ إذا أنت من البساطة فش نقول عن المعقدين إذا؟ إيش قصدك؟ يعني أنا معقدة؟ لا، قصدي إنك أنت ذكية لدرجة إنك كسرتي حاجز الصمت اللي بيني وبينك. أنت تعرف يا سارة إنك كل شيء في حياتي، بس بصراحة أحيانا يعني تزودينها. يعني تعجبني يوم تكون معصب. معصب؟ أكثر من كذا؟